أعلنت بلدتا كفار حباد وقربة الأبيب ورعنانة عن مقتل اثنين من سكانهما الجنود في معارك غزة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 25 عسكريا في معارك القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأضاف جيش الاحتلال أن 3568 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء الحرب، منهم 1776 خلال العملية البرية في غزة. كما أكد الجيش أن 259 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج جراء إصابتهم في المعارك بجروح وجروح 29 منهم خطيرة.